الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة حيث انطلق شوطنا الخامس المخصص للإبكار محليات الأصايل هجن الدار والاستقرار من عاصمة الميادين من ميدان الوهبة في ملتقى الأصايل فمرحبا بجميع الشعارات القادمة من كل حد من وصوب في ميدان الوهبة هنا أسير مباشرة افتتح النداء المقدمة هلولة هذه الياسات ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي يقدم لنا الياسات على مقدمة هذا الشوط نقلتنا الى المركز الثاني الوصول من لفتة سلطان بن يريو بن محمد المنصوري يتقدم بعمر هنا الشعار الوهباوي على المركز الثاني نقلتنا الى المركز الثالث الغدوم الوصول من صوغة احمد بن مطر بن مايد الاخيلي اللي محتل المركز الثالث بينما المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الواصلة في هذا المسار انها فلك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري بينما المركز الخامس الوصول من هذه اللحظات والدخول من هذه الشعارات المميزة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير من الظبي عبد الله بن سالم لخريباني النعيم هنا بينما هناك الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من السرية مبارك بن عيضة بن مبارك البريخي والمركز التاسع في هذه اللحظات هذا الشعار الذي تقدم هنا منذ لحظات قليلة هنا في هذا المسار الجميل هذه المزن بشعار عامر بن سعيد بن محمد الوهيبي وهناك هملولة سعادة سيب بن أحمد بن محمد القبيسي الذي تقدم في أول أشواط المحليات الأصايل بينما المركز العاشر القادمة في هذه اللحظات من دمعة علي بن حمد بن علي بن سعيد آلي ديلي هكذا النتيجة هنا مشاهدينا مستمعين الأفاضل هكذا النتيجة هنا يهل الإذاع والإمتاع من ميدان الوهبة نعود إلى المقدمة هلولة نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات شعار بعمر هنا يقدم لنا لفتة في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة دائما من هذا الشعار لفتة سلطان بن يريو بن محمد المنصوري بينما المركز الثاني الله يا سلام هذا الشعار الكبير والمميز في عالم سباقات الهجن يقدم لنا فلك سلطان بن غالب بن راشد المنصوري والدخول من الياسات الواصلة في هذه اللحظات ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابي والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام تدخلت الاسماء تدخلت الشعارات تدخلت الاصايل في هذه اللحظات هنا الوصول والدخول من خطيرة عبيد بن سويدان بالصنبالي العامري اللي وصل في هذه اللحظات ما يبنى لها طاري خطيرة هناك ايضا في هذا المسار مرحبا بشعار بسويد او هناك ايضا المتدخل في هذا المسار الجميل يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا الشوط لمن الانتصار في شوط المحليات ولكن دمعة علي بن حمد بن علي بن سعيد آلي ديلي هنا اهالي السلطنة قادمين مع دمعة منتصرين مع دمعة هنا مقدمين لنا دمعة في اول جولتنا الثانية للمحليات ولكن ابو عمر ما زال على مقدمة هذا الشوط ما زال على الصدارة هلولة اهالي الوهبة مسيطرين كل السيطرة حتى هذا المسار الجميل بانطلاقة لفتة سلطان بن يريو بن محمد المنصوري يقدم لنا لفتة على المركز الاول المركز الثاني اللي تدخلت خطيرة وهي خطيرة بالفعل في هذا المسار الجميل عبيد بن سويد الصنبالي العامري ياتي هنا مع خطيرة في هذا المسار
الاخر الكيلو ونصف الكيلو ما تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. المركز الثالث دمعة هناك ايضا الواصلة في هذه اللحظات علي بن حمد بن علي بن سعيد اليديلي هنا ياتي على المركز الثالث بينما هنا الوصول والتقدم. الله يا سلام يا سلام يا سلام القادمة هنا الظبي الظبي عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي اللي محتل المركز الرابع في هذا المسار. يا سلام على هذا الرقص يا سلام على هذا الرقص الجميل والمميز هنا. ولكن هنا البداية مع لفتة البداية مع لفتة الكيلو متر الأخير يا أهل الإذاعة يا أهل المحليات الكيلو متر الخطير والمثير لمن ناموس هذا الشوط لمن ناموس هذا الشوط. ولكن لفتة عند أبو عمر على مقدمة هذا الشوط في أرضية ميدانها في أرضية ميدانها في عاصمة الميادين. ولكن شواهين وصلكم بالأصلي وصل بالأصلي سلطان بن محمد بن الأصلي الشامسي يقدم لنا شواهين المركز الثاني. القادمة هنا الواصلة دمعة علي بن حمد بن علي آلي ديلي هنا يتقدم بالنظيمة هنا في هذا المسار. أهالي 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 الزهرة هنا في هذا المسار. يا سلام ياهو رقصة ياهو رقصة ياهو تحدي ما بين أهالي السلطنة ما بين أهالي العين. ولكن هنا يعبر الحدود إلى سلطنة عمان إلى سلطنة عمان على المقدمة الأولى في هذه اللحظات. ولكن أشوف المزروعي على المركز الثالث ولكن البداية هو المقدمة. خلاص خلاص دمعة خلاص دمعة هنا علي بن حمد بن علي بالنظيمة اليديلي ياتي هنا في هذا الانطلاق الجميل. سلام يا الزهرة سلام سلام يا السلطنة سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز. فوز دمعة هنا في هذا الشوط علي بن حمد بن علي بن نظيمة آلي ديلي المركز الثاني. القادمة شواهين سلطان بن محمد بن الأصلي الشامسي المركز الثالث دمعة محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي المركز الرابع. وصلت هناك صوغة على المركز الرابع الظبي علي بن محمد بن حليك المنهالي. والمركز الخامس هذه لفتة سلطان بن علي بن محمد المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أعود إلى التوقيت الزمني هنا توقيت دمع علي بن حمد بن علي بن نظيم اليديلي. هنا أيضا قدمت عرض جميل ومميز بسبع دقائق 40 ثانية ثلاث أجزاء من ثانية. سلام لأهالي الزاهرة وسعدت صباحا هنا في هذا الصباح الجميل والمميز من عاصمة الميادين. المركز الثاني 7 دقائق 41 ثانية جزئين من الثانية كان من نصيب دمعة هناك محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي أو شواهين سلطان بن محمد بن الأصلي الشامسي اللي احتلت المركز الثاني. بينما المركز الثالث لحظات الوصول من دمعة محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي. هناك أيضا قدمت عرض جميل بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 44 ثانية و6 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس.